بحكم على الاستضافة أولاً. طبعاً الولادة كانت في ألمانيا اللي كانت تسمى آنذاك ألمانيا الغربية، الحين صارت ألمانيا واحدة. كانت الوالدة في فترة الصيف متواجدة في ألمانيا، لذلك ولدت في ألمانيا. وطبعاً النشأة كانت في الرياض، أول 12 سنة عشت في الرياض، كانت سنوات حلوة وذاكرات جداً جميلة بالنسبة لي. يمكن من أحلى الذكريات هي أيام مدارس الرياض. كانت مدارس الرياض هي مدرسة خاصة في الرياض، وكان يدرس فيها يعني أبناء المسؤولين الكبار، أبناء رجال الأعمال وما إلى ذلك. وكان لها ذكريات جميلة جدا، لأنها كانت مرحلة فيها براءة كثير، ما نعرف العالم، ما نعرف الأمور اللي قاعدة تصير حولنا. يعني أنا تربيت في السعودية في نهاية السبعينيات وبناية الثمانينيات مع بداية الصحوة الإسلامية، ولكن ما كنا نعرف أن هذه هي الصحوة الإسلامية. فمثلاً لو تشوفين ذيك الأيام، ما أدري عن الآن، ولكن كان في على الأقل صف أو صفين دين في اليوم. ندرس التوحيد، ندرس الفقه، ندرس التلاوة، ندرس الغيب، ندرس هذا كلها ونحن تحت العمر 12 سنة. تخيل لما جيت البحرين كان مقرر درس كتاب واحد اسمه دين، أظن مرتين في الأسبوع. فكان يعني فرق شاسع، أنا فوجئت أنه هذا هو المنهج الديني الموجود. المهم بس كانت ذكريات جميلة جدا في الرياض. تقدر تذكر لنا أحد مواقف الطفولة اللي ما يروح من ذاكرتك؟ شوفي، نحن أنا والدتي ألمانية، طيب، والدي سعودي. ففي البداية ما كنا نعرف أنه هذا شيء غريب خارج المعتاد، طيب. ولكن مع الوقت لما رحنا المدرسة شعرنا أنه نحن مختلفين. زين، كان أول شيء الوالد شخصية معروفة، نفس الشيء نحن كنا نص أجانب. أحيانا نتعرض للتنمر، أحيانا نتعرض يعني كلمات ساخرة لأننا مختلفين وما نعرف. ومع الوقت عرفنا أننا نحن مميزين نوعا ما، كنا عائلة مختلطة، وكون الوالد هو غازي قصيبي. ولكن عموما أكون صريح معك، الذكريات أكثرها جميلة جدا من أيام الرياض، قضاء الويكند مع الوالد، السباحة، اللعب، الخروج مع الأطفال، مع الأصدقاء. كان لي الفرصة أتعرف على وأسلم بالأصح على الملك خالد رحمة الله عليه، على الملك فهد رحمة الله عليه. كل هذا لأنه تربيت في بنزل غاز قصيري. فالحمد لله كانت تجربة جدا جميلة. يعني أنا جاتني صدمة ثقافية لما انتقلت إلى البحرين. كنت في مدرسة خاصة، مو أي مدرسة خاصة، مدارس الرياض يعني تعتبر، أنا ذاك على الأقل كانت تعتبر أفضل المدارس الخاصة. انتقلنا إلى البحرين، الوالد سأل عن المدارس الخاصة، قالوا له في مدرسة البحرين سكول، ولكنها للأجانب وما حبذ أن أدخل فيها. وكان في ذيك الأيام بابن خلدون، ولكن كان في صف أقل من صفي. أنا جيت الأول إعدادي وهم الماكسيمم كان عندهم الصف السادس، فما كان يبغى يرجعني. فقال سأل عن المدارس الحكومية، شنو أفضل مدرسة حكومية؟ قالوا عبد الرحمن الداخل. فقال سجل سوية عبد الرحمن الداخل. رحت وكانت صدمة كبيرة، لأن أول شيء يعني سعودي، لهجتي تختلف، يعني بشرتي بيضاء نوعا ما، زين، تختلف عن الباقي. مو متعود على صفوف فيها 40 شخص، ذيك الأيام فيها 40 وفوق 40، وفيها أيضا اللي ساقطين أكثر من مرة. يعني كان عمرنا نحن في الصف 12-13 سنة، اللي قاعدين وراء عمرهم 15-16 سنة 17 سنة، طلعتهم لحي، وهذول اللي يسقطون سنة ولا سنة ويقعدون وراء. فكانت الصدمة جدا قوية. ما كان في مكيفات في الصف، ما زال في أيام المراوح، البنكات، نتهاوش اللي يقعد تحت البنكة. يعني كان يعني، وما أفهم اللهجة أصلا، يعني ما كنت أعرف أن الجيم تنقلب إلى ياء. يعني وبعدين الناس يقولوا لي بتجي، واحد يقول بتجي، واحد يقول هذا ويش، واحد يقول مدري إيش، ما أفهم. يعني كلمة قوطي ما أعرف إيش معناتها. مرة جاء أحد قال لي مدري إيش قال لي في القوطي، ما أعرف إيش معناتها. واحد قال لي مرة في أنا متلعوز هني، قلت له لا بس ما أعرف إيش يعني متلعوز. واحد يقول إيه فلان ياهل، جاهل يعني ما أشوفه فيها الجهل هذا، طلع ياهل معناها طفل.
وهكذا يعني. وخاصة أول فصل فعلا عانيت ولكن تأقلمت زين. فكانت مرحلة صعبة في البداية في المدرسة في البحرين، ولكن تعودت عليها. والآن أشكر ربي أني مريت المرحلة هذه. ليش؟ لأني عرفت الناس. أول كنت عايش في فقاعة وما كنت أعرف أني عايش في فقاعة. لما واحد يكون في مدارس الرياض اللي معاي أنا في صفي يمكن 4 أو 5 أولاد وزراء وأكثر، واثنين 3 أمراء، كنت أفكر كل مدارس العالم كذا. ما كنت أعرف أنه هذه فقاعة أنا كنت عايش فيها. لما رحت المدرسة الحكومية لا، شفت العالم كيف. اللي معاي في الصف أبوه سايق تاكسي، اللي معاي في الصف أبوه ديكلام الأمية كانت موجودة، اللي أبوه ما يعرف يقرأ ويكتب، اللي هذا أنا كنت ما كنت أعرف أن هذا موجود. فأحمد ربي أني قدرت أشوف هذا بعيني ومر بالتجربة هذه. أذكر أول يوم حنا طالعين من المدرسة، فتحوا البوابة طلاب طلعوا، فوجئت صعقت كله وين رايحين هذول؟ نحن بنارس الرياض ما نطلع، السواق يجي ياخذك او ابوك يجي ياخذك او بالباص، اما تطلع كذا تمشي ما يعني مستحيل نسويها. في واحد بواب عند الباب اسمه العم سالم، اتوقع توفي رحمه الله عليه، لانه ذيك الايام هو كان عجوز، عنده الميجافون ينادي فلان ابوك جاء، علان السواق موجود، وما نطلع الا لما ينادوك بالاسم. فلما فتحوا البيبان واللي يطلع مشي واللي يطلع على السيكل واللي يطلع، انا يعني صعقت. ذكر رحت البيت قلت للوالدة، قلت لها ترى فتح البوابة والناس بس طلعت، تخيلي. قلت ترى هذا العادي، ترى انت كنت عايش فيه مو عادي، هذا الشيء الطبيعي اللي يسووه المدارس. فكانت عفوا يعني مرحلة جدا مهمة في حياتي وكان لها أثر جدا كبير. بعدها انتقلت إلى مدرسة الشيخ عبد العزيز أيضا مدرسة حكومية، بعدها درست سنة أو سنة ونص في جامعة البحرين، بعدين انتقلت إلى بريطانيا للدراسة في بريطانيا. والدراسة في بريطانيا كان لها صدمة ثقافية أخرى، لأنه لأول مرة طلب مني أن أفكر وأبدي رأيي في شيء. يعطونا موضوع الأسئلة أو التعبير في مثلا مادة الرياضيات، عفوا في مادة التصويت، وأتذكر السؤال كان يقول، بقوله بالإنجليزي عقب الترجمة لك: If a man were to build a better mousetrap, the world would beat a path to his door. Discuss. إذا الحين أحد صنع الماوستراب واحدة أفضل من غيرها، الناس هما بيدورون عليه، يعني يشقون الطريق إلى بيته. ناقش. شناقش. فرحت أشوف أدور أصحاب اللي كانوا دارسين في المدارس الخاصة كلهم، يا جماعة أنتش. قال واحد يقول والله أنا بجاوب كذا، واحد يقول كذا، ونعرف أن نبدي رأينا ولا نعرف نناقش، نحن نعرف السؤال ونعرف الجواب. إذا الجواب صح يعطونك العلامة، إذا الجواب غلط ما يعطونك العلامة، أو تنضرب. وكنا ذيك الأيام ننضرب كثير. فأيضا النظام البريطاني اللي فعلا يعني أنا يعني أثني عليه، أنه كان يعلم الطالب التفكير والاستقلالية وإبداء الرأي، وتعلمت هذا من الجامعات في بريطانيا، فكان لها أثر جدا جدا قوي علي. كانت تكمل في العمل ولا بس نوقف المراحل هذه؟ لا بنواصل. انت كنت افتقدت هذا الشيء مثلا في التعليم في الدروس؟ طبعا خاصه في المدارس الحكوميه. يعني انا اتذكر كان عندنا مدرس احياء الله يستر عليه، تدخل الصف يسالك في الماده اللي هي ماده اليوم واللي اللحن ما درسها زين، يسالك فيها لازم تحضر، واذا ما عرفت الجواب افتح يدك طاخ. يا جماعه التعليم يا جماعه الخير، ولكن عشان ما أظلم النظام التعليمي الكامل ولا أظلم كل المدرسين، لا طبعا كان عندنا مدرسين استثنائيين، طبعا كانوا يحبوا يعلموا ويدرسوا، كانوا يحبوا الطلاب وهذا، ولكن بشكل عام التدريس ما كان يعلم التفكير والتفكير باستقلالية، هذا تعلمناه في بريطانيا. سواك الدراسة شلون كان؟ وسط. تفضحيني بس يلا نقول شو اسمه، وانتم بعدين نقطعوا على كيفك. أنا كنت دائماً طول عمري شاطر في الدراسة، طيب إلا لما صار سنة التوجيه. الوالد الله يرحمه والله هدايا يعني ذيك الأيام سمح لي أن أطلع الرخصة، رخصة القيادة. طيب ولو ما سمح لي كان يمكن سويت له ثورة في البيت، فما يعني يمكن غصباً عنه، يعني حزن علي لأن كنت أحن وكل أصحابي عندهم رخصة السياحة إلا أنا. فقال لي طيب يلا مسموح لك تطلع الرخصة، وطلعت الرخصة وبس. حياتي كلها كانت في السيارة، من الصباح اركب السياره وندور، وذيك ما في شيء الا الدوار. زين فللاسف
هالقرار هذا خلاني ما أدرس، ما أركز على الدراسة، ويعني تخرجت من الدراسة علامات سيئة، هي اللي أهم مرحلة للأسف كانت العلامات جدا سيئة. أنا أستحي أن أقول كم كانت العلامة، ولكن كانت سيئة. مو أنه مو قادر أن أدرس، بس أهملت الدراسة ويعني عن غباء، استغفر الله. شنو كان ردة فعل الوالد الله يرحمه؟ والله شوفي، هو تقبل الشيء هذا. أنا كنت بروح جامعة البترول، أدرس في جامعة البترول اللي هي طبعا جامعة البترول والمعادن، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية، ولكن علاماتي ما كانت تسمح. وبعدين اضطريت اني ادخل جامعة البحرين، ودخلت، وحتى الديدلاين فاتني للدخول بجامعة البحرين، اضطروا انه يتوسطوا لي عشان ادخل جامعة البحرين. ولكن لاني درست سنة ونص في جامعة البحرين، قبلوني في اليو كي من البداية، قالوا طيب تدخل من الصفر في الجامعة. والحمد لله يعني العلامات كانت لا بأس بها. شنو التخصص اللي دخلت فيه؟ انا بزنس، كل طول عمري بزنس، بزنس وإدارة الأعمال. بس لما كنت صغير إذا العلامات كانت زينة بتطلع الفلوس وتشتري لك هدية، وإذا العلامات كان سيئة الخيزرانة تطلع الخيزرانة، والله يكون في عونك. واستعملت الخيزرانة أكثر من مرة، بس لما كبرت خلاص الوالد كان يتقبل بدون عقاب في الثانوي، الحمد لله. ترتيبك بين أخواتك؟ أنا الثاني، الكبرى هي أختي يارا، وبعدين أنا الثاني، أنا أكبر الأولاد، بعدين أخوي فارس، وبعدين أخوي نجاد. بدايتك في ريادة الأعمال؟ اشتغلت أنا بعد الدراسة في لندن في شركة سابك، في مكتبهم في لندن، واشتغلت فيها لمدة 4 سنوات. وبعدها قررت أسوي الماجستير في إدارة الأعمال MBA. وأثناء هذا كله كنت أمارس هواية الكيك بوكسينج، كنت أحب الكيك بوكسينج كثير. وجاني يوم واحد مدرب الكيك بوكسينج، أو بالأصح أنا رحت له يوم واحد قلت له شوف أنا لازم أسوي رسالة في الماجستير، ودي أسويها معاكم. قال والله شوف نحن في مشروع جديد بنشتغل عليه أنا وفلان، مشروع جديد في مجال الفنون القتالية ومجال الصحة اللياقة، ليش ما تجتمع معاه وتشوف؟ وفعلا اجتمعت معاه وسويت رسالة الماجستير، كانت بمثابة خطة العمل للمشروع الجديد. ولما خلصت من الدراسة قالوا سويل ايش رايك تدخل معنا زين كشريك، واستثمرت معاهم وتوظفت معاهم، وكانت شركة ناشئة ستارت اب في مجال الفنون القتالية واللياقة، وكنا بنسوي حاجات كثيرة جديدة. ولأول مرة يعني أذوق طعم الريادة، يعني غير عن العمل في الشركات، شيء مختلف. الشركة ما نجحت وفلست، يعني طبعا هذا شيء طبيعي في عالم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ولكن كان من الصعب اني ارجع الى العمل. وفعلا رجعت الى العمل في احدى البنوك، اصبحت مصرفي، ولكني ما كنت سعيد، كنت متضايق ابدا ابدا ابدا. وجلست فتره اقنع الوالد اني بس اطلع من الشغله هذه، قال لي يا حبيبي انتظر، رب ضاره نافعه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، اصبر يا حبيبي ترى هذا فك زين وهذا. قلت له انا ما اقدر، ترى اعذرني انا ما اقدر اشتغل في هذه الشغله. قال لي خلاص كيفك. طلعت وعدت نفسي اني ما عاد اشتغل لاحد ثاني ابدا في حياتي، ولحد الان الحمد لله وفيت بهالوعد اللي قطعته على نفسي. فالمشروع الاول كان لما رجعت البحرين بعد لندن اني افتح مركز للفنون القتاليه للكيك بوكسينج، والحمد لله يعني نجح نجاح كبير جدا وتوسعنا بشكل سريع جدا. المشروع الثاني كان مكتب للاستشارات التسويقيه. المشروع الثالث كان مركز دريم بودي، كان مركز لياقة وخسارة الوزن يعمل في 23 دقيقة. بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه أسست شركة قابضة عائلية مع الوالدة والإخوان، كنت أنا رئيس المجلس لسنوات عديدة ومشاريع أخرى، واليوم أدير مكتب فلك للاستشارات الاستراتيجية والابتكارية، وأيضا عندي مشاريع أونلاين أيضا، ورئيس مجلس إدارة لبعض الشركات في البحرين ومستثمر ملائكي أيضا. هل كان في للوالد الله يرحمه أي تدخل في توجهاتك مثلا في الدراسة أو في العمل، نصائح سو كذي لا تسو كذي؟ سؤال مهم جدا، وفي الواقع أنا يعني
احترم موقف والدي لانه ما تدخل في شيء. وناداني لما كان عمري 15 سنه قال لي سيلنا تعال ابغى اكلمك. قال لي ايش تبغى تدرس؟ خلينا نتكلم عن الدراسه في المستقبل، تكلم عن المستقبل. قلت له والله ابغى ادرس السياسه. قال طيب اذا تبغى تدرس السياسه انت حر، ولكن السياسه المجالات اللي تدخل فيها يعني قليله، قال صير موظف في وزاره الخارجيه شيء من هذا القبيل، لكن انا عندي اقتراح ثاني. قلت له تفضل. قال لي انا اقترح انك تدرس اداره الاعمال البزنس وتسوي شهاده بعدها اسمها الام بي اي، ديكلير من الام بي اي او الماجستير في اداره الاعمال، كان لها وزن كبير مو زي اليوم ما لها وزن كبير، بس ذيك الايام كانت كان لها وزن. قال انا اقترح تسوي الام بي اي لان هذا تفتح لك ابواب كثيره. وفعلا تمت الفكره هذه في مخي الى ما سويت الام بي اي لما وصلت للعشرينات من عمري. بس غيرها ما تدخل ابدا، ينصح ايه ينصح ولكن ما يتدخل وما يفرض عليه، يقول ما تبغى تتم مثلا زي وضع البنك، يا ابني ترى وظيفه ممتازه ليش ما تتم وهذا. وما لا يوجد اب او ام في العالم يبغى اولادهم يصيروا رواد الاعمال، لانها طبعا مجازفه ومخاطره كبيره، كل واحد يبغى يامن العيال. ولكن لما شاف اني صريت بالعكس، مو بس كذا، كان هو الداعم الاول لي. عندي مشروع اروح له اقول له انا كذا 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 بسوي، تمولني توكل الله. وكان هو الداعم والمول الاول. وفي من المشاريع رحت الى مستثمرين اخرين وجمعت المستثمرين والهذا، ولكن هو كان دائما الداعم الاول معنويا وماديا رحمه الله عليه. تكلمني شوي عن هواياتك غير الكيك بوكسينج. الهوايات طبعا انا مهتم جدا بالرياضه، اتمرن يوميا، و سباق السبارتن. السبارتن هو هذا سباق الحواجز اللي واحد يركض ويتسلق الحبل وينزل تحت شيء وبعدين ينط فوق، يعني يسموها الاوبستكل كورس ريسينج. هذا جدا معجب بالرياضه هذه، بالاضافه الى القراءه. فانا دائما دائما اقرا، احب اقرا في مجال رياده الاعمال، في الابتكار، في التاريخ، وفي الإسلام أيضا. البيئة اللي وصلت إليها اليوم، يعني طبعا البيئة كان لها أثر كبير جدا، ولكن أكبر أثر، أكبر أثر يعني أتوقع بدون استثناء، هو كون البيت مختلط الثقافات والديانات. الوالد والوالدة لما تزوجوا في ستينيات القرن الماضي اتخذ القرار ان الاولاد هويتهم عربيه وديانتهم مسلمين. طيب ما ادري كيف كانت العمليه، ولكن او كانت تلقائيا بدون ما تكلموا، بس اعرف انه يعني ما كان الموضوع، ما كان في نقاش انه هذول ترى العيال عرب مسلمين. ولكن في نفس الوقت كنا نحترم الثقافه الالمانيه احترام شديد، الديانه المسيحيه نحترمها، كنا نحتفل في البيت بالكريسماس بعيد الميلاد، وكان الوالد يفعل هذا تقديرا واحتراما للوالده وثقافتها وديانتها. لما نروح كل صيف نروح المانيا، نقعد عند الاجداد الالمان، جدي وجدتي في بيتهم، نقعد مع الخوال، عيال الخوال هذا، ونخلط معاهم ونلعب مع الاطفال الالمان. ما عمره الوالد قال ترى هذول حرام او هذول مو صح او والعكس صحيح. الوالده ما عمري سمعت كلمه واحده من الوالد ينتقد فيها الثقافة الغربية أو الألمانية أو الديانة المسيحية. والعكس صحيح، الوالدة ما عمري سمعت أنها قالت أنتوا يا المسلمين أو يا الإسلام أو أنتوا يا العرب وما أدري إيش، إطلاقا إطلاقا إطلاقا. كان في احترام تام للثقافات، وهذا كان له أثر. أنا ما أعرف أنه له أثر عليه إطلاقا. لاحقا واحد لما يستذكر يلاحظ تعال هذا كان وضع استثنائي، كان وضع رهيب. وكان له أثر أعتقد أيضاً في تأسيس المؤسسة البحرينية للحوار اللي أسستها أنا وبعض الزملاء، لأنه نحن تلقائياً، أنا أتكلم عن نفسي، تلقائياً أحترم كل الثقافات بناء على التربية بغض النظر عن الديانة عن المذهب. هذا أعرف أنه أنا مو أحسن منهم ولا هم أحسن مني، في نهاية المطاف رب العالمين هو اللي يحكم على الجميع. فأنا جداً جداً ممتن لهذه التجربة، وأعتقد هذا يمكن الشيء الأكبر اللي كان أثر في حياتي هو تعدد الثقافات في منزل واحد.
الوالد رحمة الله عليه هو قدوتك في الحياة، فما هو ما هي أبرز الأشياء اللي تعلمتها منه؟ التواضع. أنا شاهدت الوالد، يعني لأنه والدي الله يرزق سيدنا رحمة الله عليه، يعني كنت محظوظ إني أشوفه في مواقف كثيرة ومع شخصيات عديدة، ومن ضمنها مع الملوك والشيوخ والأمراء. لأني أنا ولد رازق صيبي، فتح لي الباب أو سنحت لي الفرص أن أتعرف على 4 رؤساء دول قبل ما يصير عمري 14 سنة، من ضمنهم الملك خالد رحمة الله عليه، الملك فهد رحمة الله عليه، الملك عبد الله رحمة الله عليه، أمير الكويت الأسبق رحمة الله عليه، الشيخ عيسى رحمة الله عليه، الملك حمد الله يحفظه يطول في عمره، وغيرهم سمو ولي العهد، وشخصيات أخرى كثيرة. وكذلك شفت الوالد مع مرؤوسي، الموظفين في المكتب، الموظفين في البيت. تلاحظين شيء وأنا لاحظت شيء، إنه الوالد التعامل مع الملوك والأمراء والشيوخ مع الموظفين الفرق بسيط جدا. في بعض الناس لما يكون مع الشيوخ أو مع المسؤولين يعني يتمسكن تماما ويعني يتواضع تواضع غير طبيعي، ولكن لما يكون مع المرؤوسين يضربهم على راسه. زين، الوالد ابدا لو يتكلم مع الموظف او مع الملك لابد بروتوكوليا واجتماعيا في فرق في المعامله، لابد، ولكن الفرق كان بسيط، ما كان في ذاك الفرق الشاسع. فانا هذا شيء يعني تعلمته من الوالد وأعجبت فيه في الوالد وممتن للتجربة هذه، فكان يحترم الجميع، فأيضا ما يعتبر نفسه شخصية مهمة ولا يعتبر نفسه إنسان مهم أهم من غيره، كان دائما متواضع. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الوالد كان إنسان مؤمن جدا 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 جدا. مكتبة رازق صيبي اللي هي الآن في بيت الوالدة فيها يمكن فوق 15,000 إذا ما كانوا 20,000 كتاب، أكثر الكتب كتب دينية، ليست كتب شعر بس طبعا موجودة، كتب ثقافية موجودة، كتب أدب موجودة، ولكن الأكثرية كتب دينية. رجل مثقف ومتدين ومؤمن. غازي صيبي محسوب على الليبرالية، يعتبر ليبرالي، وهذا صحيح، ولكن أنا دائما أقول من أين كانت تنبع الليبرالية غازي صيبي؟ كانت تنبع من إيمانه بالإسلام الصحيح. الليبرالية ماذا تعني؟ تعني الحرية. طيب، فالإسلام ألم يكن دين الحرية؟ فالليبرالية غازي صيبي نبعت عن إيمانه الشديد بالله سبحانه وتعالى، إيمانه الشديد بالعمل الصالح دائما دائما، يعني يمكن اللي أعمال يعني كل ما يقال عن غازي صيبي من أعمال الخير يمكن هي فقط 10% من الواقع اللي هو سواه. فتعلمنا، أتكلم عن نفسي، أتعلمت منا الإيمان بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى وممارسة الإسلام الصحيح، إسلام الاقتناع، إسلام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومو إسلام الحرام، إسلام التراث، إسلام التخويف، تأنيب الضمير، السب، الشتم، استبعاد الآخر. لا، يعني هذا الإسلام، جوهر الإسلام تعلمناه من الوالد رحمه الله. تكلمني شوي عن المؤسسة البحرينية للحوار. طبعا المؤسسة البحرينية للحوار أسست بعد أزمة 2011 اللي كلنا نحن عارفينها. جاتني الفكرة في تأسيس جمعية أو مؤسسة لمعالجة الشق الاجتماعي اللي صار في البحرين، وكلنا نحن نتذكر الشق الاجتماعي اللي صار في البحرين، الأوضاع الصعبة اللي برينا فيها. وكنت حاب أسوي جمعية بعيدة عن السياسة، لأن أصحاب السياسة بيسوون شغلهم، الحكومة، المعارضة، أنا ذاك ويعني أطراف أخرى، ولكن خوفي وقلبي كان على البحرين، على شعب البحرين. كيف ناس اللي كانوا أصدقاء صاروا ما يكلمون بعض؟ كيف واحد بحريني يخاف يروح منطقة معينة لأنه منطقة فيها من الطائفة الأخرى؟ كيف هذا يصير؟ فجاءت فكرة لتأسيس جمعية أو مؤسسة، ذهبت إلى بعض الأصدقاء واقترحت عليهم الفكرة، هم رحبوا بالفكرة، ورحت إلى سمو ولي العهد قلت له طال عمرك الفكرة كذا 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 كذا،
ودي أسس المؤسسة هذه بعيدة كل البعد عن السياسة، معنية فقط بالوضع الاجتماعي، ولكن أنا بس بأسسها إذا أحظى بمباركة سموه. قال لي توكل، توكل حتى ما صار نقاش، ما قال لي توكل على الله. قلت له بطلب منك رسالة مباركة، قال ده خلاص إن شاء الله. وفعلا أرسل لي الرسالة. رحنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، طلبنا الرخصة أو الترخيص، وصدرت أعتقد في مايو أو جون 2012. ومن يومها سوينا يمكن اليوم شفت الأرقام أعتقد 150 فعالية من ورش عمل، حوارات عفوا عشوات حوارية، رحلات تعليمية إلى الخارج من ضمنها أيرلندا الشمالية، ومن ضمنها جنوب أفريقيا، لبنان وبلدان أخرى، من ضمنها زيارات إلى المجالس وإلى القرى والمدن وهذا. وحضر لنا فوق 10,000 شخص لحد الآن. في 2022 احتفلنا بالذكرى العاشرة لتأسيس المؤسسة، صدرنا كتاب، أعطيتي نسخة وأنت الأخ وأنت اليوم مطلعه. أيضا لنا فيلم وثائقي عن إنجازات المؤسسة، أتمنى تشوفين الفيلم هذا أيضا. فالحمد لله الوضع في البحرين يعني بفضل الله ثم بحكمة قيادتنا تغير يعني 180 درجة. نحن كنا في مرحلة حرجة جدا، ولكن الحمد لله تعدينا المرحلة هذه، ونحن فخورين أننا يعني كنا جزء بسيط من التحول اللي صار في المجتمع، وقدرنا نخدم المجتمع واللي جاي أكثر من الماضي بإذن الله تعالى. المتزوج صار لي 23 سنة متزوج لعلياء المؤيد بنت الأستاذ خالد المؤيد، والحمد لله أعتقد سر نجاحي وسر سعادتي هي زوجتي. الحمد لله هي الداعم الأول والأخير والسند الأكبر لي. ثلاث أطفال، سلمى عمرها 20 سنة، إن شاء الله 21 سنة الشهر الجاي، ليث 19 سنة، سلمى وليث يدرسوا في بريطانيا، وتميم 14 سنة آخر العنقود ما زال في المدرسة. فالآن نحن نجد أنفسنا في مرحلة جديدة. أول ما واحد يجي لعيال يلاحظ أنه يعني أساس النجاح أو عفوا أساس السعادة في الحياة هم العيال، وبعدين لما يطلعون يروحون الجامعة واحد يفتقدهم بشكل يعني كبير جدا. يعني أنا كل مرة واحد يروح الجامعة نصيح، يعني يوم واحد لا تكلموني ما بيكلم، يعني لما راحت سلمة يعني دمرت، لما راح ليه يعني دهورت، ولما يرجعون ترجع السعادة، ولما يسافرون السعادة تروح معهم. ولكن نحن الحمد لله فخورين جدا جدا بعيالنا، يعني سلمى وليث وتميم. بعيدا عن إنجازات الدراسة أو إنجازاتهم الرياضية وما أدري إيش، هم أفراد أصحاب أخلاق عالية. رسول القرآن وصف الرسول على أنه على خلق عظيم. الأخلاق مهمة جدا في مجتمعنا وفي ديننا، والحمد لله أفراد أنا فخور فيهم وأخلاقهم ممتازة وراكزين، ويعني شخصياتهم قوية، وهذا يعني شيء يفتخر فيه ويعني أحمد ربي عليه كل يوم الحمد لله. هل اتخذت نهج الوالد في تربيتك لأبنائك؟ إلى 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 حد ما. طبعا كل جيل يعني ربما يكون له بعض العقد يحاول يصححها ويخلق عقد جديده، فالجيل اللي بعده يحاول يصحح العقد هذه ويخلق عقد جديده وهكذا. فنعم حاولنا الى حد ما. الامور اللي شفت يمكن اختلف فيها عن الوالد والوالده في التربيه لابد ان نحاول نغير فيها، وهي نفس الشيء اكيد هي تجي بتجربتها في منزلها، فامور اللي شافتها زينه هي حاولت تطبقها، وامور يعني شافتها يمكن يعني قد تحتاج إلى تغيير حاولت ما تطبقها هذا. ولكن نعم الأمور الإيجابية وأكثرها إيجابية بدون شك نحن حاول نطبقها على الأطفال. المحمر والصافي يعني الأكلة هذه أنا يعني حاول ما أكلها واجد، لأن السعرات الحرارية هي قنبلة في السعرات الحرارية، ولكن لما يسوون لي إياها يعني يمكن أخذ لي على الأقل ثلاث مرات. فالمحمر والصافي بالنسبة لي نقطة ضعف. يعني نقدر نقول أنك تحب المطبخ البحريني. إيه بدون شك، إيه بدون شك، البلاغيط والأمور أمور ثانية يعني، بس الأساس بالنسبة لي للطبق اللي خلاص يعني الإرادة تنصهر فيها هو المحمر والصافي. نعم. إنزين، رسالة أخيرة إلى الشباب ورواد الأعمال في البحرين. رسالة أخيرة.
الرسالة الأولى لا تنتظر. كثير من الشباب يعتقد أنه لازم يصير شيء عشان يبدأ في مشروع، لازم أنتظر لما أكبر شوي، أو المرأة قد تقول أنا بنتظر لما أجيب عيال، أو لما أتزوج، أو أنتظر لما أتخرج، أو أنتظر أو أنتظر، ويقعدون ينتظرون 20 سنة إلى ما الظروف تكون ملائمة. في الواقع الظروف ما عمرها بتكون ملائمة إطلاقا، ما عمر واحد يشعر الآن وصلت والأمور، لا، ابدأ، توكل على الله. مرحلة العشرينات من العمر هي مرحلة تجارب أصلا، أنت ما تعرف إيش بتصير. فبعض الأشخاص يبدأون بريادة الأعمال بعدين يكتشف أنه ما تصلح لريادة الأعمال، يقعد يتوظف ما فيها شيء إطلاقا. الشيء الآخر اللي حاب أقوله ودائما أقولها في ورش العمل أو لما أتكلم في المؤتمرات، وذا الآن صار في تركيز من الحكومة على ريادة الأعمال، هذا شيء إيجابي، ولكن أصبح الشباب يعتقدون أنه لازم يصيرون رواد أعمال. لا، مو لازم، التوظيف مو عيب. أنا وجدت مرة نفسي في 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 مؤتمر أو في ندوة، واحد يقول يعني حاس إنه عليه ضغط، طيب إيش أبدأ، شنو المشروع اللي أبدأ فيه؟ أقول له يا أخي ريلاكس، مو لازم تبدأ فيه، مو لازم، عادي تتوظف، ما فيها شيء. والشيء الأخير اللي بقوله، لا تخاف من الفشل، الفشل جزء طبيعي جدا من ريادة الأعمال ومن الحياة العادية أصلا، كل واحد فينا يفشل، يخطأ، يخفق، هذه سنة الحياة. وإذا تعديت مرحلة الخوف أو الخوف من الفشل، راح تشوف نفسك تقدر تحقق أي شيء. هذه رسالة بسيطة للشباب.